بتفتيش السيارة دي لقوا 2 لوحة معدنية سعودية، ولقوا عدد من زجاجات المولوتوف وعدد من أصابع مفجر و5 قارب معجون يشتبه أن يكون مادة TNA، وكاميرا ديجيتال وجهاز GPS وعدد 3 تليفونات محمولة. وبالفعل تم تسليم السيارة وقائدها لجهاز لمكتب المخابرات الحربية، والنيابة العسكرية بالفعل بتتولى التحقيق معاه، والتحريات بتقول انه هذا الشخص هو المتهم وراء ارتكاب واقعتي القاء قنبلتين على مبنى النيابة العسكرية وتفجير خط السكة الحديد. ايضا الان وزارة الداخلية اصدرت بيان عن شخص تم ضبطه عند منطقة المانيال امام كوبري الجامعة. هذا الشخص تم ضبطه بسيارة لاند كروزر سوداء اللون، اسمه خالد شحات عبد التواب، 49 سنة، مهندس، وبحوزته بندقية آلية وخزينة بداخلها 10 طلقات. تبين ان الطلقات دي اسرائيلية الصنع، والسلاح اللي معاه ده سلاح مبلغ بسرقته. بتفتيش السيارة عسر على طبانجة دي بدون ترخيص، وتبين انه هو سبق اتهامه في 2 قضية سلاح في دايرة اسم السيدة زينب. وقبل كده كانت اجهزة الامن تلقت بلاغ ان قائد السيارة المضبوطة دي قام باطلاق النار بطريقة عشوائية بطريق الكورنيش في اتجاه معهد الاورام، واللي ادى الى وفاة